صباح الخير. هو مش صباح الخير قوي بصراحة، هي الساعة 5:30. أنا قررت أن أنا أبتدي تصوير الساعة 5:30 في اليوم. ده خوخ كوري، بس بيبقى شكله عامل ازاي؟ الخوخية بتبقى كبيرة جدا ولونها كيوت قوي وفاتح، أفتح بكتير من الخوخ بتاعنا. دايما بيوصفوه بكلمة مالانج مالانج، الوصف الكلمة دي معناها ان هو جوسي كده وملزلز. طعمه ملوش أي علاقة بالخوخ بتاعنا لانه طعمه مايل للميه اكتر بكتير، في كده تحس ان هو طعم الخوخ بتاعنا بس من غير المزازه، مفيش اي مزازه خالص ومتخفف بالميه، طعمه خفيف قوي قوي قوي. اول ما دقته اساسا حسيت ان انا مش باكل خوخ، حسيت ان في حاجه غلط. وتلات ارباع الفاكهه الكوري على فكره بالنسبه لي كانت كده، ان هي دايما متخففه، ان طعمه متخفف. وبعض الخضار زي الكوسه مثلا، الكوسة بتاعتهم مسكرة كده ومفيهاش طعم قوي زي بتاعتنا. بصوا الألوان، الألوان حلوة أوي بجد، تحسوا إن هي اسمها ايه، تينا. بس أنا هقطعه كده وأكله، وبعد كده بقى نعمل حاجة أقوى شوية، عشان أصلا الساعة 5:30. أنا لسه دي أول وجبة أكلها، أو أول حاجة أكلها أساسا، كانت تفاحة بصراحة، بس ودي تاني حاجة أكلها، فهاكلها وبعد كده بقى نعمل حاجة ساندويتش او حاجه. اولمبيس سينغ ناردنده 여기 بصوا لو بصيتوا عليها من قريب لو في نقط حمرا اول مره اركز في لونه، من بعيد كده تحس ان هو لونه يعني احمر في اصفر، بينك في اصفر كده، من قريب هي النقط هي اللي مخلينا حاسين بكده. كل ما النقط الحمراء بتزيد كل ما بنحس ان هي لونها بينك. السما شكلها حلو قوي، استنى اوريكم. شايفين الطيارة دي؟ السحابة دي الشمس مستخبية وراها، مخليها شكلها حلو قوي، مش كده الشمس باينة على الأطراف. سبحان الله. بصوا التفاصيل اللي موجودة في السحابة، اختلاف درجات الألوان. حاسة ان انا عايزة انام عليها. انا بقالي فتره حاسه ان انا عايزه افطر حاجه حادقه، مش حاجه مسكره اللي هو زبادي وفواكه وكده، فهعمل ساندوتش جبنه وهحطه في الفرن. الجو بره النهارده مش رطوبه قوي، كنت بفكر انزل اتمشى شويه، بس انا كل ما اخرج كده وافتح الشباك واحس بالحراره احس ان انا المفروض ادخل تاني. بس انا في نفس الوقت برضو عايزه اتمشى، مش عايزه افضل في البيت طول اليوم، وفي نفس الوقت انا ما عنديش مكان اروحه، فمش عارفه بصراحه اعمل ايه. وكل صحابي، انا دلوقتي في فتره ان انا لسه بظبط الجدول ومش عارفه ايه وكده، اغلبيه صحابي بقى اللي هنا اوريدي اصلا في حياتهم عادي، فبرضه بيبقوا مش فاضيين غير في الويك اندز. فالمفروض ان انا خارجه مع صحابي بكره ان شاء الله، علشان بيشتغلوا هم، في واحده منهم بتشتغل فما بتعرفش تخرج غير في الويك اندز، فانا المفروض هقابلهم بكره باذن الله. هنتقابل بدري الساعه 10 الصبح تقريبا، رايحين سوق او حاجه كده، مش عارفه ليه كده يعني. بس انا قلت اخرج معاهم خلاص شويه اشوف ناس، مع ان انا ما بحبش اخرج بدري قوي كده، او بحب يعني بس انا بكسل دايما عشان لو ما نمتش بدري. بس فانا كنت بفكر ان انا انزل اتمشى شويه كده في الجو وفرصه وهو عامل كده، بس كل شويه ارجع في قراري تاني. بس هشوف كده، بفكر بقى اكل وبعد كده افكر في الموضوع تاني، وبطني مليانه يبقى الموضوع مختلف ان شاء الله، مش هكسل وانزل اتمشى شويه. الجبنه اللي انا حطاها دي بارميجان مبشوره، بس هو طبعا عشان هي مبشوره اوريدي فمتبقاش 100% بارميجان، يعني محطوط معاها حاجات تانية، بس دي الجبنه الوحيده اللي انا بلاقيها حادقه هنا في كوريا، تقريبا اقرب حاجه للجبنه الرومي عشان انا مدمنه جبنه رومي في مصر. بس هناخد بقى ونحطه في الفرن. انا كنت كل يوم في مصر بعمل ساندوتش جبنه رومي واحط جنبه طماطم او فلفل وافطر بيه، كان هو ده الفطار بتاعي.
نعلي درجة الحرارة نخليها على 190 ولا حاجة عشان بحبه متحمص قوي. انا هغسل جنبها طماطم عشان انا بالنسبة لي ما ينفعش اي ساندوتش او عيش او اي حاجة ناشفة ما اكلش جنبها حاجة فيها مية زي بقى اي نوع من انواع الخضار او كده. فهغسل طماطم وكمان هعمل شاي بلبن. انا بتبقى لي كام يوم بشرب قهوة وانا مع الفطار يعني، بس بما ان دلوقتي الساعة تقريبا 6 واحد في 3 4 5 6 7 انا بحب اكل 8 طماطمات اسمه ايه ده، بما ان الوقت متأخر فانا هعمل شاي بلبن ونشربه بقى جنب الساندوتش ان شاء الله. دي الكوباية اللي انا جبتها من دايسو. كان دايما بالنسبة لي الكمية بتاعت الكوباية دي بتبقى كبيرة عشان انا مبقدرش اشرب حاجات سخنة كمية كبيرة، فجبت حاجة اصغر شوية علشان اخلصها كلها. بس ما بخلصهاش كلها، بس لو شاي بلبن غالبا هعرف اخلصه، بس القهوة ساعات بتبقى كتير عليا فما بعرفش اخلصها. مش لبن يكمل اصلا طيب احنا محتاجين نجيب لبن، هنزود بقى شوية مية مش مشكلة. في فيلم شغال اسمه خلي بالك من جيرانك، مش عارفه لو انتوا عارفينه بس انا بحبه قوي الفيلم ده اتفرجت عليه كذا مره، بس انا بس مشغلاه كده يبقى صوت في الباك جراوند عشان بحس ان انا في بيتي لما بسمع صوت التلفزيون. ما عايزه اقول لكم ان انا شفت القهوه تاني وحسيت الموضوع مغري جدا مش عارفه انا جربت دي امريكانو، بس دي مايلد روست، بيبقى فيه ساعات اللي هو دارك روست وفي لايت روست وفي مايلد اللي هو نص نص. فانا كنت جربت قبل كده الدارك كان طعمها مش حلو خالص. كانوا ديت اللي بيعمل عليها الممثل بتاع ذا جوبلن اعلانات دايما، عارفين اسمه جونج يو. انا بحب جدا الممثل ده، ممثلي المفضل انا اصلا يعني انا ابتديت ان انا بانترستد في الافلام الكوري بسبب الممثل ده، قصدي الدراما الكوري. بس فانا جربت المايلد روست ديت وكانت لذيذه. فالموضوع مغري جدا بالنسبه لي بصراحه ان انا اشرب قهوه، بس انا هحاول افكر ان انا محتاجة اصحى بكرة بدري فمحتاجة النهاردة انام بدري فمش هعملها بقى. انا بحب الشاي يغلي مع اللبن بدل ما احطه هنا واحط عليه اللبن على طول، بحبهم يغلوا مع بعض. احط بقى شوية كده واحط السكر هنا عادي، بحب قوي وانا لما تكون الجبنة حادقة ويكون مثلا جنبها شاي بلبن مسكر والطماطم كده فيها شوية مزازة بحب اغير القطعه، ما بحبش افضل على نفس الريتم من الطعم طول الوقت. حط معلقتين ونص كده. السكر ده مش بيسكر قوي عشان هو براون. هو بيفور خلاص، انا عايزاه يغلي شويه هوطي النار عليه، احطه كده مثلا عشان يغلي شويه مع الشاي كده. خلاص بالنسبة لي سلام عليا وانا بوقع وغالبا خلاص الساندوتش خلص. انا المرة اللي فاتت امبارح يعني مش المرة اللي فاتت وقعت العيش، وقعت كل حاجة. يبقى انا هعمل كده بصي محمرية كرانشي وبيلزع بس ماشي بقى. بصوا انا خلصت اول فطار بالشاي بلبن واتفرج على فيلم اسمه The Runaway Bride، كانت ماما اللي قايله لي عليه. والشمس نزلت هوريك شكل السحاب، السحاب متألق النهارده. بصوا الألوان بتاعت السحاب والقمر كمان طالع. هي الساعة بقت 10:30 تقريبا، بس أنا يعني قررت برضو إن أنا هنزل أتمشى. انا هعمل غسلة وهنزل اتمشى، مش عارفة بقى بصراحة هتزعجني لحد ما تخلص ولا ايه اللي هيحصل، لكن هعملها وخلاص. وحسيت ان انا لو قعدت كده طول اليوم النهاردة من غير ما انزل خالص الموضوع بجد هيضايقني، فقررت بقى ان انا انزل وخلاص.
هي كده كده الحمد لله يعني الدنيا امان. انا بس عشان كنت عايزه انام بدري، بس مش مشكله يعني، حتى لو نمت على واحده ولا حاجه، عشان انا ناويه برضو ارجع استحمى ان شاء الله. فبالتالي هيبقى وقت كفايه يعني. انا لبست اي حاجه كده علشان انا كده كده يعني هرجع استحمى ان شاء الله، فمش مشكله. او كنت مش عايزه اوسخ تي شيرت، فده انا كنت لابسه قبل كده. شعري يعني حاولت ارطبه شويه المره اللي فاتت عشان قلت لكم ان هو كان ناشف قوي، وانا لما رجعت من مصر بنظر عن شكله يعني. هو مترطب نسبيا بس هو ملوش شكل، وبجد شعري خف جدا جدا جدا، انتوا مش متخيلين خف قد ايه. مش عارفه ايه السبب بصراحه، بس يعني واضح ان انا محتاجه اغذي او انا نفسي اتغذى، محدش عارف. فالمهم ان في مشكله يعني المفروض ان انا اعالجها باذن الله. انا لميت شعري بس لما كان عاديه، لازم اخد معايا ازازه ميه لان في الرطوبه دي انا مش هسرفايف اساسا ربعايه ولا حاجه، وحاسه ان انا هموت من الجفاف، فهحط شويه ميه. انا ما اتغديتش اكشلي يعني، انا اخر حاجه اكلتها اللي هي اللي احنا كنا سندوتشات الساعه 5:30 او كده، فانا ابتديت احس ان انا جعانه قوي، بس انا ماليش نفس اكل وما عنديش حاجه، علشان من ساعه ما جيت اصلا ما جبتش اي حاجه، ما نزلتش اشتري لحوم وكده، فما عنديش اي حاجه. انا بشوف اني غطا انهي دي كنت واخداها بتاعه الطيران الصيني، فمكتوب عليها بالصيني هنا بس. فانا والموبايل كمان كان قرر يقع، بس فانا جعانه فدي مشكله. فانا هاخد معايا سناك علشان لو حسيت ان انا دخت او اي حاجه، عشان انا لما بجوع بدوخ، فلو حسيت ان انا دخت او اي حاجه يبقى في سناك واكلها. ده بروتين بار من مصر، كنت ابعوف كنت جايباه معايا علشان اكله في المطار، عشان انا دايما ما ببقاش واكله قبل السفر عشان ببقى متوتره. هاكل ده دلوقتي واخد برده معايا سناك تاني. من الحاجات اللي انا جايباها من مصر انا نسيت اوريها لكم، استني اوريكم. جبت دي ابعوف معمول، في كام واحده؟ في 12 قطعه. بحب المعمول جدا وطبعا ما بلاقيهوش هنا خالص، فجبت منه، فهاخد معايا واحده. انا كان معايا اوريدي واحده كده بس يعني كانت متكسره خالص وحياتها صعبه، هنشوفها هي فين واخدها معايا. وبرده جبت دول، كنت جايباهم من محمصه ملبن وعليه فستق، بس ممكن اخد واحده والله، خليني اخد واحده من دول. بصوا بقى الشياكه، اصفر وعليه اخضر وحوارات مش مهم خالص. ملبن وزازة المية، اوكي حاسة ان انا انسانة احسن بعد ما اكلت الحتة دي. هاخد السماعات كمان، بصوا الامر. انا فتحت الشباك وقفلت كل الانوار عشان مفيش اي حشرات تدخل، بغض النظر ان الجو بره مش حلو، بس انا عايزة الجو يتغير، زهقت من هوا التكييف. بصوا الشياكه من كل فيلم اغنيه، اصفر ولبني واخضر، اللون الطبيعي الوحيد هو الاسود. من اكتر الحاجات اللي بحبها في كوريا ان انا ممكن انزل كده عادي ويبقى شكلي شحاته، حتى لو انا نازله بالبيجامه. بغض النظر ان انا ممكن يكون فعلا شكلي شحاته، بس هم كلهم عادي بينزلوا بالبيجامات، خاصه لو هم نازلين يجيبوا حاجه بس بسيطه من تحت البيت، او مثلا مش عارفه نازلين يتمشوا بالليل زي كده عادي، هتلاقيهم لابسين كده، وساعات بالبيجامات بيجامات حرفيا يعني، ساعات بيبقوا لابسين بناطيل عليها ميكي ماوس وبطوط ومش عارفه ايه وسمك وبط وكل حاجه. وناس كبيره بس، فالموضوع لذيذ عامه، عشان ممكن تنزلوا في اي وقت شكلكم ايا يعني يكن هو ايه، ما حدش هيفرق مع الحوار ده. بصوا القمر متألق. هي دي الحته اللي انا هنزل اتمشى عندها، بس شايفين في زرع وميه فهيبقى في حشرات كتير، فربنا يستر. انا مش بخاف من الحشرات، انا بس مش عايزه اتقرص، بس دي مشكلتي. وامبارح ولا اول امبارح، امبارح كنت قاعده برضو جنب ميه كده، وكنت طول ما انا قاعده كنت حاسه ان في حاجات ماشيه عليا، وكان بيبقى في حشرات صغننه كده ماشيه عليا. فبيلزقوا بقى كمان عشان الرطوبه، بس النهارده الرطوبه تقريبا 60%، فالجو لذيذ يعني مش ملزق قوي الحمد لله. بصوا خيط العنكبوت ده قد ايه، هو قد ايه. سامعين الأصوات؟
اصلا من كتر الزرع الاخضر انا مش شايفه المايه. المفروض ان المايه هنا بس مش شايفه اي حاجه. بصوا الريشه دي سبحان الله شكلها عامل ازاي، كلهم مصفوفين جنب بعض بالظبط، ما تحسوش ان هم اساسا المفروض ان هي يعني حاجات متفرقه، تحسوها كتله واحده مع انها حاجات كتير متفرقه صغيره عشان الهواء ما يعديش منها فتعرف تطير. سبحان الله المايه لو بصيتوا لها وهي سودة كده تحسوا ان ممكن تمساح يطلع لكم منها فجأة. بس هنا مفيش تمسيح. خلونا نبقى مغامرين ونعدي في المايه. انا نفسي جدا احط رجلي في المايه، بس انا دايما عشان حوار البلهارسيا اللي في مصر ده لما بتكون مايه دلعة دايما ببقى خايفة جدا احط فيها ايدي او رجلي او اي حاجة، مع انها مش موجودة في كل حتة في العالم يعني. بس انا دايما بفكر في الموضوع كذا مره قبل ما احط ايدي او رجلي فيه، بحس ان البحر كده متطهر عشان الملح كتير، مع انه يعني هو متطهر. دايما ببقى ما بين نارين ان انا انزل اتمشى الصبح ولا بالليل، يعني بغض النظر ان الجو دلوقتي صعب جدا فانا مستحيل انزل الصبح، يعني ممكن بدري بس انا ما بصحاش بدري. لكن دايما ببقى ما بين نارين لان الصبح الكوريين كلهم بينزلوا فالدنيا بتبقى زحمه جدا، بيبقى فيها كتير بيتمشوا، بس انا برضو ببقى عايز اشوف الشمس وعايز اشوف الالوان وعايز اشوف كل حاجه. لكن بالليل الدنيا بتبقى اهدى بكتير ومفيش ناس والجو الطف، فببقى دايما عايزه كده شمس الصباح وابقى شخص مشرق ونهاري، لكن في نفس الوقت ببقى عايزه كده اللي هو السكون بتاع الليل وانا ما يكونش في حد واكون حاسه كده ان انا بسترخي، فدايما بختار الليل اغلبيه الوقت. بصوا جراس هوبي هتنط في وشي ممكن. انا واقفه بصورها واقرب منها وبضحك ومش عارفه ايه. راحوا الاثنين بنت وامها بيعدوا بيجروا، اول ما شافوها راحت قالت لها يا ماما، وهي راحت مامتها ماسكاها وجري ولزقوا في الحشيش وراحوا ماشيين. يا لهوي بجد خايفين منك كده ليه؟ انتي بتعملي ايه عشان يخافوا منك كده؟ ازاي يعني؟ هتنط بقى في وشي دلوقتي؟ نطت فعلا. انا اسفه ان انا رخمت عليكي. انا وانا ماشيه عديت من تحت البتاع ده ففي حشره وقعت على عيني كانت تقيله جدا، دخلت تقريبا من النور راحت وقع عليا، حسيت ان هي صخره بس طلعت حشره في الاخر، بس الحمد لله الحمد لله كل حاجه كانت سليمه الحمد لله. بجد بيبقى في حشرات كتير قوي في الصيف انتوا مش متخيلين. القمر متألق. بصوا الظلام الحالك ده. القمر ودي السبوت بتاعتي المفضلة في حتة هنا، بس أنا مع الظلمة دي مش شايفة الحشرات مستحيل هروح هناك. هي الفكرة كمان مش بس في الحشرات، في الصيف بيبقى فيه تعابين برضو، بس مش اللي هي السما النباتية اللي هي بتاعت النبات يعني، بس هيعضوكوا هيعوروكوا يعني، فدايما ما احنا ماشيين لازم نبعد عن الخضار دوت في الجناب وكده، وهما دايما بيبقوا فيه يوفط حاطينها ان هو خلي بالكوا في تعابين او خلي بالكوا في ايا يكن الكائنات اللي موجوده يعني. بس ف بتهيألي بقى كفايه ماشي كده ونروح. علشان ايه الموضوع بقى خطر. فهنا في كوريا في الصيف ما تخافوش من البشر يعني، مش هتتخطفوا ولا حاجه بس ممكن تتقرصوا تتعضوا الكلام ده. لا بهزر، هم عامه يعني الموضوع سيف بنسبه كبيره جدا، بس الحشرات يعني والتعابين لو انتوا بعدتوا وخليين بالكم مش هيحصل حاجه يعني. بصوا ده اللي انا بكلمكم عليه، حرفيا مفيش ولا بني ادم غيري. بصوا البطه نايمه ازاي. زي ما انتم شايفين كده انا رجعت استحميت وانا غسلت شعري عشان الدنيا كانت تحت حر قوي، فكنت حاسه كده ان انا عايزه احس بميه ساقعه نازله على دماغي، عشان كده بقى ايه قلت اغسله احط عليه كده سيروم، نفس السيرم اللي انا كنت بحطه. لسه ما غيرتوش بصراحه، انا مش عارفه هو حلو لشعري ولا لا، بس انا يعني بحس بتانيب الضمير لو انا ما حطيتش اي حاجه على شعري كده وهو مبلول،
عشان بحس ان هو محتاج يعني اي حاجه تغذيه. انا ان شاء الله يعني في فتره ما في حياتي باذن الله هركز مع شعري واعمله احسن من كده. نفسي بجد اللي هو يعني اهتم بيه واعمله كل اللي هو عايزه، بس بقى يعني خاصه ان هو عمال يوقع الفتره دي، فانا المفروض ان انا اخلي بالي منه واشوف هو محتاج ايه وزعلان ليه. هعمله طفيره، ما بحبش اعمله كحكه وانام بيه وهو معمول كحكه، عشان الكحكه بتصدعني، ومش بتصدعني، بحس ان هي نايمه على كل كيعة. في اغلبيه الوقت بعمله طفيرتين عشان ابقى نايمه على ارضيه راسي على طول، بس انا حاسه ان انا عايزه اعمله طفيره واحده بس النهارده، علشان انا المره اللي فاتت عملته طفيرتين. المفروض ان انا هصحى بدري بكره ان شاء الله عشان اقابل صحابي، انا قلت لكم الساعه 10 الصبح، يعني مش عارفه مين بيخرج الساعه 10 الصبح، بس انا قلت بقى تغيير عشان انا يعني عايزه اغير كده. بس مش عارفه بصراحه هو هيبقى نفس الفيديو ولا لا، بس يعني انا المفروض هخرج مع اصحابي بكره ان شاء الله الساعه 10 الصبح، نتقابل هناك. فانا بقى المفروض اصحى مش عارفه الساعه 8 بقى ولا ايه، عشان هو اصلا ساعه لحد ما اوصل، ونقول نص ساعه على مجهز، مش عارفه اصحى امتى اصلا. المفروض دي خروجه مش عذاب يعني، بس فانا هعمل الالارم بتاعي وهنشوف بقى ان شاء الله انا هصحى ولا مش هصحى يعني. بس انا هقول لكم بقى تصبحوا على خير، عشان انا هطلع نشرت الغسيل كمان، كنت بكلم ماما وانا بنشر الغسيل، كنت دخلت استحمى وطبق اصور لكم قبل ما انام واقول لكم تصبحوا على خير. باي باي. صباح الخير، انا كان المفروض اصحى الساعه 9 او الساعه 8 ونص عشان اروح اقابل صحابي، بس انا دلوقتي 10 ونص وانا لسه نايمه في السرير، بس عادي يعني مش مشكله، انا هنزل بقى البس واروح لهم. هما كانوا رايحين عشان يشوفوا سوق كده بيفتح بدري وبتاع، بس يعني الدنيا بتبقى حر قوي اصلا دلوقتي، وده جنان اساسا ان احنا قايمين دلوقتي، ان احنا خارجين دلوقتي. بس انا هلبس بقى وانزل لهم واروح لهم ايا يكن هما فين. بس انا صباح الخير. مش شايفه حاجه. انا لبست اسود ولبني، مش عارفه اروح لانهي ستايل من الاكسسوارز، لان انا قلت ممكن البس ده في اللونين، في الاسود وفي برضو اللبني اهو، بس انا برضو كنت حاسه ان انا عايزه البس ذهبي، معرفش يعني ليه، بس بصوا دول حاسه كده ان هو هيبقى لذيذ، مش عارفه. مش عارفه برضو لسه هعمل ايه في شعري، بفكر اعمله عادي طفيره تاني والمه، كنت لسه غسلاه امبارح، بس انا يعني في الجو ده ما اظنش ان انا هبقى حابه ان شعري يبقى لامس جلدي عشان هيحررني، وفي نفس الوقت عايزاه يبقى مخبي قفايا عشان ما تحرقش بالشمس، فبيتهيألي هعمله طفيره تاني يعني، غالبا هعمل كده. انا بجد في فترات من حياتي ببقى مش عايزه اقابل ناس خالص، في فترات من حياتي ببقى عايزه اقابل ناس كتير واتعرف على ناس كتير والكلام ده كله، معرفش ده بيعتمد على ايه، بس هو غالبا بيعتمد على انا ببقى بمر بايه في الفتره دي. لكن دلوقتي دي فتره من الفترات ان انا عايزه اقابل ناس، ومش دايما لما ببقى في الفتره دي بعرف فعلا اقابل ناس. انا مش عارفه ليه حاسه انا بعمل الدفيره غلط. انا نسيت بعملها ازاي، ولا انا لسه عاملاها امبارح بالليل. الحمد لله افتكرت بتعمل ازاي، هو بس ان انا لما بقسم شعري الاول كده بحاول امسكه تاني بنسى المسكه الصح. غالبا هو ده السبب يعني، بس عشان كده بقى كلمت كل اصحابي قلت لهم يلا نتقابل مش عارفه ايه كده، بس كل اصحابي اساسا مشغولين. انا قلت الكلام ده قبل كده انا حاسه، بس مش عارفه هيبقى في الفيديو ده ولا اللي قبليه، بس كله بقى مشغول علشان هو اوريدي يعني في حياته ما خدوش اجازه وكده، ما نزلوش يعني بلادهم، بس كده كده شويه فلافي يعملوا اي منظر. بس كده بقى اشوف البس انهي حلقه، انا متعوره أنا مخبوطه هنا ومتعوره هنا. بس افكر بقى البس ده وهلبس معاه السلسله دي علشان يعني ايه يبقى ذهبي وذهبي، او البس ده الحلق ده، لو لبست الحلق ده
هلبس بقى معاه اكسسوارز فضه. هو الدهبي مش هيقول لا برضو معاه، بس يعني انا هلبس فضه. مش عارفه نعمل ايه، نروح انهي ستايل، شمس كده وصباح وبتاع. انا عارفه ان ده مشكلتي في الحلقه ده، ان انا كل ما بلبسه دايما بحس ان هو احلى، بس انا عايزه اغير الستايل، فانا مش هلبس ده. مع ان انا عارفه ان هو احلى، بس يعني لما هلبس بقى السلسله التانيه دي ويبقى فيه كده الالوان مع بعضها متظبطه وبتاع، هتحسوا ان هو حلو ان شاء الله. دايما لما بيكون الحلق قصير كده الطول ده ما بحسوش احلى طول عليا، بحس ان هو لما بيبقى اطول، يعني لو كان اطول هنا كده كان هيبقى احلى. لكن برضو في نفس الوقت الطول ده بيبقى لذيذ لو انا عايزه البس سلسله او حاجه، ما بيبقوش اوفر مع بعض عشان ما بيبقوش لامسين بعض. بس مش عارفه اسيبها بره ولا ادخلها جوه، ما عنديش فكره. انا عندي سلسله تانية كمان ذهبي، نجربهم مع بعض. سوري، الذهبي بتاع الحلقه ده اصفر قوي، فهو عامل زي الذهبي بتاع السلسله دي. انا الحلقه ده كنت جايباه من بارفا من مصر، انا بحب الاكسسوارز بتاعتهم عشان لونها ما بيتغيرش. وعندي دي كمان، حاسه ان هي هتبقى لذيذه لو لبستهم مع بعض. شوف دلوقتي، وانا عامه حد بيحب اكسسوارز كتير، يعني ما بحبش ابقى سيمبل كده. حاسه انه من غير السلسله والسلسله جوه احلى. بصوا الفراشات دول كانوا هيبقوا كيوت قوي برضو مع اللوك الذهبي ده، بس انا نازله حاجه مفروض صباحيه كده وبتاع، مش يعني مش محتاجه اكسسوارز كتير قوي كده، ف هلبس كده ده بوسط شعري. ممكن اجيب بنستين ونلم بيهم الحتتين دول. استنى، دايما بحس ان انا يعني طول ما هو شعري كده ماشي شكله مش وحش، بس انا بحس ان انا اول ما بلم الحته دي بيبان كأني عاملة مجهود. او بحس ان هو شكل بقى احلى. بص، ولا دي تهيئت؟ صح، حاسه ان هي كده بقى، ان كده بقى شكله احلى لما يبقى ملموم سنه كده من هنا. نزل دول كده بس. انا كده غالبا خلاص هلبس الجزمه واخد الشنطه وانزل. انا كنت هنسى اهم حاجه، اهم من اي حاجه اصلا، صن بلوك. انا عايز اقول لكم ان انا كل شويه ببقع التي شيرتس بتاعتي بالصن بلوك ده، عشان كده انا حاطه ايدي تحت عشان انا بروح موقعه وما بيطلعوش، ما بتطلعش مش عارفه ليه، وبيعمل كده يعني بقع بيج، ان هو اصلا انت لو بصيتوا عليه لونه مش ابيض. فكره ان انا اصلا واخده لون من مصر، فده هيبقى فاتح قوي عليا دلوقتي. فهتحسوا ان انتوا شايفيني انا حاطه بودره كده. احاول ادعكوا حبه حلوين وكده نشوف. يعني هحط على بقيه جسمي نوع تاني مش ده، هو مش باين قوي في الكاميرا، بس اللون ده مع اللون التاني اللي انا واخداه تحس ان انا بقيت لوني جراي كده، لوني غريب جدا. بصوا هيبان قريب من الشعر. بصوا، لا ده بس الفرق التاني. ايا يكن، يعني المهم ان هو لونه غريب جدا، والمفروض بقى احط ادور على واحد ساده، مش ساده، واحد ما بيعملش لون. يعني ده ما بيعملش لون، بس انا مشكلتي معاه ان هو اسمه ايه ده، بيزيت وشي، علشان انا اصلا في العادي وشي دهني شويه وبيطلع حبوب ومش عارفه ايه، فمع حراره الشمس وكده بحس ان هو ما بيحسنش الموضوع خالص. بس بصوا ما بيسيبش اي رواسب بيضاء ولا اي لون تاني يعني، بس انا هحطه على جسمي. بصوا اصلا انا واخده تان قوي، لو انتوا يعني ايه فاكرين انا لوني كان عامل ازاي، بس اكيد الصن بلوك باين عليا قوي. انا هلبس صندل، فلازم احط على رجلي من تحت، الا يعني هبقى مقلمه. جلدي مقلم حرفيا. انت عارفه ان انا لابسه كله ذهبي هنا، بس عادي بلبس سيلفر في ايدي. انا اصلا ما بيفرقش معايا ان انا اجمع يعني كذا متل، عادي انا هلبس دول. جعران اسود، والحجر ده اسمه لابرادورايت، انا ده جبته من مصر برضو. بس انا بشيلي كده، انا جاهزه الشنطه احط فيها ميه، اخد معايا صن بلوك تاني عشان اتحرق. انا معايا الهاند كريم ده، المفروض ان هو فيه اس بي اف بس يعني 15 بس، مش كتير قوي. بس يعني انا كنت جايباه عادي عشان عايزه هاند كريم يبقى حجمه صغير، ما كنتش قصده ان هو يبقى فيه اس بي اف ولا حاجه، بس يعني كويس مصلحه. واخد الصن بلوك،
وهاخد برضو سناك عشان ما اكلتش اي حاجه خالص، وازازه الميه هاخد معايا الشاحن just in case عشان ولا اصلا لا مش هاخد ولا حاجه ان شاء الله مش هاخد. بس في مكان مهم جدا بنسى دايما احط فيه سان بلوك، هو على عيني، عشان انا مش عارفه لو انتوا واخدين بالكم بس انا الحته اللي انا بغمض فيها عيني لونها ابيض والباقي كله لونه اسود. فانا يعني ايه كنت محتاجه ان انا اخلي بالي من الحوار ده قبل كده، بس يعني ايه بما اننا دلوقتي في الموضوع فبرضو ما تنسوش تحطوا على عينيكم من فوق. اخد دي معايا اللي هو الملبن بالفستق، بس ده الصبح بقى لو انتوا انا مش عارفه والله يبقى نفس الفيديو ولا لا، بس هو في فيديو تاني يعني اوريك دي. وهاخد معايا السماعات، وهاخد معايا ديت دي ليب بالم عادي جدا ترطب، بس هي بتدي لون كده بعد ما تتحط. انا في العادي يعني كنت احط مثلا حاجه في عيني، حاجه على بقي كده، بس انا مش في المود النهارده، انا بس هنزل كده كفايه ان انا انزل لهم بحلتي البحية. انا حسيت عيني مقفله شويه فحطيت قصدي فعملت كيرلينج رموشي اللي هي البتاع اللي بتكيرل دي، وده بتاع كان فرض ان هو بيغذي رموش، ملوش اي لازمه، مبيعملش اي حاجه في رموشي ولا بيطولها ولا بيتقلها ولا بيعمل اي حاجه، بس يعني بيديها كده لوك مبلول شويه، فكاني حاطه حاجه بس في نفس الوقت مش حاطه حاجه. بس ده بقى استخدامي ليه لحد ما يخلص ان شاء الله، وبشوف بقى حاجه تانية تنفع يعني ولو اني شك، عشان تقريبا التركيبه بتاعه شعرنا غير التركيبه بتاعه الشعر الاسيوي خالص، ما اعرفش بقى. انا حطيت كل حاجه في الشنطه، انا هلبس الصنده، انا عارفه ان انا كل شويه اقول لكم يلا خلاص انا خلصت يلا ننزل، بس انا بفتكر حاجه تانية. خلاص الشنطه يلا بينا. عايزه اقول لكم الشمس يعني مش قويه خالص والجو لذيذ خالص. انا بتحرق، انا حرفيا بتحرق، بس يعني الحمد لله الرطوبه مش عاليه، يعني دلوقتي الجو ده عامل زي بتاع مصر كده اللي هو بقى لما يكون درجه الحراره 40 كده ولا حاجه، لا الصراحه 37 كده نفس الحاجه، مع ان درجه الحراره دلوقتي المفروض 35. استني هشوف، هي درجة الحرارة المفروض 32 بس انا احساسي بيها زي احساس 37 بتاع مصر. انا كنت انا لسه راجعه من مصر، ما تقعدوش بقى تقولوا لي مش عارفه انت لو جيتي مصر هتموتي ومش عارفه ايه، لا والله الموضوع مختلف، ما اعرفش ليه، عشان الرطوبه يمكن. غالبا هو ده السوق اللي كانوا صاحيين بدري عشان يروحوا. انا مش عارفه لو انتوا شايفين بس دي سلالم مش حيطه. 90 درجه تقريبا، 90 درجه مئويه، صاممين ازاي السلالم. انا كنت ناسي قد ايه كوريا عاليه يعني كده منحدرات. المفروض المكان اسمه اولدن براون، في اولدن جراي تحت واولدن براون فوق. ده غالبا ريستورانت وده كافيه. Yeah. So why? And the girl who picks up the phone, she was barely. ده كركديه اللي فوق واللي تحت كان مانجا، بس بعد كده I mixed it. I thought they could walk, but apparently not. There's a bus coming in 4 minutes. احنا رايحين دلوقتي نتغدى في مطعم هنا. شايفه العيش ده؟ عماله تقول انا عايزاه. هنا كل الاماكن تحسوها حاجات كلها. Is this one? No, it's not this one. The bread? Maybe. كل حاجه مكتوب عليها روسي. بس يعني بيبقوا مثلا اوزباكستان كمان مش بس روسيا. احنا ندخل بقى اهو الاكل. I want to try everything. Which one do you want? I want
bring bread? Most no. of the time they do bring. They don't bring. They didn't bring for me. I want bread though. Just order one if you what finish is it. Jelly. Sugugi, so yogurt. I think it's it has bone jelly and jelly. Has meat. I guess no, yeah. No. I don't know. Yeah, need it. I think so. أنا ما كنتش عارفة أطلب إيه فأنا طلبت دي وطلبت دي شوربة رز ومعها لحمة وكده. أنا كله الأكل حلال وبس. أه وهم طلبوا هبقى أوريكوا لما الأكل يجي على الحقيقة. Stop it. هذه حلوة قوي. هو عامل زي الجلاش اللي باللحمة. وده عيش وده مش عارفة ده إيه. What is... Oh, this is the salad. Yeah. Oh, that's why you said the portion is too small. Yes, it is. What? It is supposed to be served in a bowl. Yeah. السلطة دي احنا طالبينها مع بعض مش عارفة بقى معمولة من ايه بصراحة بس هنشوف بعدين وده عيش شكله حلو قوي. دي الشوربة اللي انا طلبتها وده الاكل اللي سكينة طلبته وده اللي صندية طلبته شكله هندي زي الاكل الهندي في غالبا هي كانت عايزة حاجة كده وده زي الاكل الروسي قوي دي فيها رز ولحم او خضار I'm so bad at it غالبا دولت اللي بتعمل فيهم العيش الافران شكلها حلو قوي بجد بصوا بصوا وده العيش اللي جوه اه والناس خرجوا في نفس اللحظة اهو هناك العيش وعندهم هنا Russian cakes ومش عارفة مين تشيكينة كباب انا مش عارفة ايه المبنى ده بس هو مصمم يعني هو اللي عامله شكله interesting قوي No, it's not from downstairs. It's from outside, bro. It is? Yeah. Oh, really? I thought it's from inside. So how the design بتاع the building go interesting, eh? What is this? Not sure. It is so pretty. ستاندي هتدخل المعركة بيخبطوا بسرعة على البتاعة ديت ولو خبطوا بسرعة ووصلوا لقلب بياخدوا هدية المفروض تعملها بسرعة قوي مش رحلة بس البراند عاملين لها ميوزيم عامل ازاي بجد واو جرب الالوان بتاعه الاي شادو they have lots of styles see boom light too oh this is good actually that looks really natural yeah this looks natural yeah Japan boom But it's this is so near. I think this one. Okay. Right? Where yeah, did, I think this one good. This one, right? Yeah. Isn't it the same one that we chose? I think so. Rowan, you look like an alien. Yeah, you're so cool. My skin color is weird. What is this? It's lip color. It's telling your tone only. احنا جبنا ده الطعم بتاعه مكتوب عليه together together ما يعني طعم together فبعد كده كان في راجل جنبنا كوري راح قال لنا ان هو بطعم الفانيلا ايس كريم فقررنا نجيب together طعمه فعلا عامل زي الفانيلا ايس كريم موضوع مبهر جدا
انا كنت بوريكم المبنى بس واضح ان السما ليها راي تاني وهتمطر علينا. بصوا شكل الجبال. حل اكسسوارز هول سيل شكله كيوت قوي. احنا رايحين واحد برضو بس هو في حته ثانيه. اه هو ده. بصوا كميه الاوبشنز يا لهوي. انا مش عارفه. بصوا الحاجات رقيقه ازاي. انا هوريك واحده ثانيه فين. بصوا دي ودي برضو كيوت قوي. في حاجات الستايلز بتاعتها اللي هي yeah I'm overwhelmed too actually because too much. بس انا مش عارفه اقلبها ثانيه واحده. هي دي فضه. بس في واحده برضو كيوت قوي مش عارفه راحت فين. اه اهي. بس كلها فيوم كيت شكلها حلو قوي بجد. وبرضو كل ده فضه. بصوا ده حلو قوي بجد وغالي قوي برضو. في منه سيلفر بس انا عاجبني قوي الذهبي مع مع البيرلز. بصوا انا عاجبني قوي الاحمر ده قوي. بصوا الالوان. No, he looks nice. This is so cool. كلها معمولة من الحديد. قعدنا نلف في البتاع لحد ما الدنيا ليلت. بص القمر.